الأمور، نفكركم باللي كان قاله السيد المستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط مع الأستاذ أحمد موسى. إن شاء الله خير. لو في مسؤول نادي أو مدير كورة أو مدرب أو خرج عن زي ما أقول كده الذوق العام أو الأخلاق أو الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا أحمد بيه، أنت قصدك إيه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم، والمنظمين كله، يعني بص حضرتك، كل عناصر، كل من له تدخل الأندية وأعضاء مجالس إدارتها وكل عناصر اللعبة. كل عناصر اللعبة. ولعل الأستاذ أحمد موسى كان يستشرف الأحداث لدرجة أن يعني السيد المستشار سيد بن داري قال له عايز إيه يا أستاذ أحمد، يعني تقصد إيه يعني كل عناصر اللعبة بما فيه أعضاء مجلس الإدارة وأي عناصر أخرى. وإحنا بنقول هذا الكلام لأنه الحقيقة الكثير من الأمور حدثت في هذه المباراة، حتى وإحنا أستاذ إبراهيم بعد نهاية المباراة عايزين نسمع إيه اللي حصل، لماذا لم يصعد الزمالك لإستلام ميدالياته؟ ما حدش جاب سيرتها، استوديوهات التحليل أستاذ إبراهيم ما جابتش سيرتها، ما انزعجتش منها. يا حبيبي عملية دفن للأحداث. أنا مش فاهم هو في إيه؟ في إيه بالظبط؟ طب فهمونا إيه اللي حصل؟ إحنا ما نقولكش إيه الصح وإيه الغلط دلوقتي، إحنا كنا عايزين نعرف لماذا لم يصعد الفريق الذي لم يوفق لاستلام ميدالياته بس. لأن قبليها بأسبوع كان هناك نوع من الافتخار بالممر الشرفي اللي عمله البطل للوصيف. طب انت لما في نهاية الكاس في الكاس، طب انت لما تكون الوصيف بعدين يتقال لك يا استاذ ابراهيم اصل علشان الطفل اللي توفى ما حبيناش نحتفل، وحد بيحتفل بالهزيمه؟ انت ما كنتش طالع تحتفل، اصل دي مباراه سوبر، دي مباراه واحده ما فيهاش ثالث، حتى فيها اول. وانا حتى مش فاهم هو بيعملوا ميداليات للتاني ليه، ما هو ما فيش ثالث. يعني في الكاس في ترتيب من ضمن 132 فرقه ولا اكتر يمكن، فلما تطلع في الفاينل وتاخد الميداليات الفضيه في ترتيب بتميزك عن الاخرين، انما انت بتاخد الميداليه دي عشان تثبت انا كلاعب او اللي خدها ان انا شاركت في النهائي، مساله فعلا شخصيه مهمه، لكن ما هيش احتفاليه. لا يمكن واحد مباراة واحدة بتحدد مين الأول ومين الثاني ما فيهاش احتفال، فالقول بأن أنا ما كانش طالع عشان ما رضيتش احتفل ده طبعا لم يقنع أحد. مسألة بقى إيه العقوبات أنا ما أعرفهاش، يعني هو جت في ضمن العقوبات إن في 100,000 جنيه عشان عدم استلام الميداليات. نفس العقوبة أو 150 مش عارف 150 التي وقعت على بيراميد لأن في ثلاثة ما استلموش، يعني كل واحد فيهم ب50,000، الفرقة كلها ب150,000 ماشي، بس ده قرار، هما ما طلعوش يستلموا، ده مش تصرف شخصي، ده في قرار بعدم الصعود. يعني الراعي وأنا سألت في هذه النقطة وأعلم أن الراعي عندما سألت لا له حقوق لم يحصل عليها باستكمال مراسم التتويج، وأنه سيقوم ب يعني توقيع غرامة على المتسبب. الشركة بالتالي اللي عمل أبرمت الاتفاق مؤكد هتروح لاتحاد الكورة تقول له أنا مش هتحمل الغرامة دي، الاتحاد يتحملها ويجيبها لي. ايه هي الغرامه؟ هل هي بخلاف ال 150,000 ولا حاجه تانية بينص عليها العقد؟ انا ما اعرفش، لكن في كل الاحوال هو موقف كان يستحق التفسير والتوقف، اما التجاهل انا ما عجبنيش.